اهلا وسهلا بكم. اليوم احنا متواجدين ويا مجموعه من الابطال الحقيقيين اللي يشتغلون خلف الكواليس، اللي هم افراد خليه الازمه، اللي منذ انطلاق هذا الفيروس وتفشيه في مدينه كربلاء اثروا على نفسهم ان يبقون لساعات متاخره بالليل وبالسيطرات وبكل مكان. الرقابه الصحيه يعني بقياده الدكتور كرار وهنا ثامر والاستاذ عايد وكل الاخوه ابطال حقيقيين وايضا حتى الاخوه، يعني شو وقت ما اطب للسيطراني 54 56 كل السيطرات القاهم جهود استثنائيه طبعا. وانا احد الاخوه يمكن شفته قال انا مستعد انه لا انصاب ولا يصاب احد من مدينه كربلاء. دكتور اليوم شنو الجوله مالتكم؟ وين رحتوا؟ شنو الاحصائيات؟ والله حضور احنا مستمرين بمتابعه الاوضاع اللي اخواننا المستضيفيهم في مدينه سيد الاوصياء او بالفنادق والسهر على تهيئه افضل الظروف لهم لانتهاء حين انتهاء مده استضافتهم. كذلك فرقنا منتشره متابعه الافران والمخابز، ندعو المواطنين بان هو المواطن يكون يتابع ابو المخبز والفرن ان كان ملابس شفوف او كان ملابس كمامه. دور المواطن هنا ناكد على شغله، الاخ كابتن عماد محمد طلعت بعد اشاعات على انه المقابل مادي الفندق، ناكد بانه الفندق مجانا سلمه لدائره صحه كربلاء فندق العمده. والاخوه الابطال اللي ويانا دكتور حتى من الناس انه يجي يصور حجر ممكن انه ما يتقبل الموضوع، احكي لنا عن طبيعه هذا المكان انه في سيد الاوصياء وبالفنادق، شلون طبيعه المكان؟ حيدوري الفنادق اللي هي درجه اولى تدري بيهن فندق بلازا كربلاء وجرش وفندق الجابر متبرعين همات بيوك فنادق، بالاضافه الى انه من سيد الاوصياء وكلنا نقدر نعتبرين يعني اربع نجوم، وتقدر تجي انت للفنادق وتشوف بنفسك الوضعيه. نقدر يعني نروح نصور وياكم حتى نوصل هاي الرساله بعد استحصال الموافقات الرسميه ان شاء الله انا اخذك ونروح. تمام، اكيد انه هاي الرساله من مدينه كربلاء، اكيد الكوادر الصحيه والطبيه في مدينه كربلاء مره بالشارع، مره بالمستشفى، مره بكل الاماكن الصحيه. نتمنى لهم التوفيق لخدمه مدينه كربلاء.